الشهور عند الله سبحانه وتعالى. فنحن قدر الإمكان لازم نستغل هذا الشهر قدر الإمكان قد ما فينا بالعبادة، بقراءة القرآن، بالصلاة، بإحياء الليالي، خاصة أواخر العشر أيام من رمضان كلها ليلة قدر. الله يتقبل منا ومنكم حبايب قلبي. فلهذا أنا صراحة كنت يعني ما عم بصور فيديوهات بالنسبة إنه شهر رمضان. فاليوم حبيت صور لكم الطبق الخفيف، إن شاء الله ينال إعجابكم حبايب قلبي، لأنه صراحة القناة بتصير توقع المشاهدات فيها، وللأسف عند المشاهدات واقعة وكله واقع. والله المستعان. إن شاء الله خليكن معنا لنعرفكن على الوصفة حبايبي وعلى المقادير وطريقة التحضير. هلأ حبايبي رجعت لكم بالوصفة وبالمقادير. وصفتنا لهذا اليوم اللي هي حرة بأصبع، أكل شامية هاي بامتياز صراحة من بلدنا سوريا الحبيب. عنا هون كوبين من العدس، وعندي هون هي الأساس، المكون الأساسي اللي فيها حبايبي التمر الهندي. أنا جبته ونقعته وصفيته حبايبي، هيدا اللتر، وعندي بعد لتر على حدا أنا حطيته. وطبعا هاي الكزبرة الخضرة. عندي هون خبز أنا قطعته هلأ منشان نقليه، وهيدا البصل طبعا أنا قطعته هلأ بنقليه، هيدا للزينة، وهيدا الرمان كمان للزينة. عندي هون التوم كمان هلأ نحنا بنقلي مع الكزبرة، هلأ بنفرشيكم إن شاء الله. هيدا دبس الرمان تقريبا شي نص فنجان. وعندي أنا عوضا عن العجين، هي عادة بيعملوها بعجينة حبايب، أنا جبت هيدا المعكرونة تجي مربعات مثل العجينة صدقوني، وكتير طيبة أنا يعني تجاه مجربيتها. وعندي هون نوع تاني هيدا معكرونة بالكينوا، مصنع من الكينوا، جدا جدا هيدا مفيد حبايبي. انا ديجا عامليته بالقناة سلاد يعني للكينوا، اكيد بعتقد الكل بيعرفوا. اذا ان شاء الله ما حدا فهم علي انا بعرفكن عليه مرة تانية حبايبي. هو بكون مثل حبة البرغل بس حبات صغيرة صغيرة، كتير طيب وكتير مفيد. وهيدا زيت الزيتون طبعا، وهي هي مكوناتنا حبايبي. هلا خليكن معنا. بداية انا اسرح غسل العدس وبحطهم بالطنجرة، وبحط لك الكباية عدس تقريبا بدها بين 3 و4 كبايات مي. وخليكن معنا هلا مفرجيكن. هلا حبايبي انا حطيت العدس هون وهلا عم يغلي، هلا بنصبر عليه شوي بس لحتى ينضج، يعني ما يستوي استواء كامل. بنحط التمر الهندي عليه. هلا
تنظيف التمر. هندي حبيبي هلا ضفنا المعكروني حبايبي. انا ضفت هلا نوعين، هيدا الملح طبعا حسب الرغبة حبايبي. هلا بنضيف زيت الزيتون حبايبي منشان نقلل الكزبرة والثوم. طبختنا جهزت حبايبي، هلا حبايبي حطيت انا الزيت، هلا حقلي الخبز اول شيء بعدين بنقلي البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبز دغري بده، ما بده يعني كثير وقت حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا حنقلي البصل. طبعا انا حطيت لي بيضتين حبيبي، لفيت بيضتين او بالنشف. انا مجرب الجهتين، بطلع البصل مقرمش ولا احلى من هيك. هيدا البصل هيك حبايبي بده يكون. هلا انا كلشتهم لحتى ينشفوا، هيك كيف صار ينعف نعف. هلا انا عم كملهم ان شاء الله بفرجيكم على الشكل النهائي. صار الطبق تقريبا جاهز. هلا حبايبي بصبيته انا بهيدا بس لحتى يبرد، وبنزينه ان شاء الله بالرمان والبصل والخبز.
رجعنا لكم حبايبي بهذا الشكل النهائي لهالطبق المميز اللذيذ الرائع والمفيد بنفس الوقت حبايبي. يعني الانسان الواحد بغير طبعا عن اللحمه وعن الدجاج، طبق كتير كتير طيب. بتمنى تجربوها هالوصفه، اكيد من هيدا الطبق من بلدنا بلد سوريا الحبيبه. الف تحيه لسوريا ولشعبها ولاهلها حبايبي. وبقلكن هلا كل عام وانتم بألف خير. نحن عنا هلا بعد تقريبا شي نص ساعة لحتى يحل على الافطار. صياما مقبولا وافطارا شهيا، والى ملتقانا ان شاء الله باطباق اخرى تنال اعجابكن. وهلا اللي بحب حبايبي في هيدا الدبس الرمان، طبعا اللي بحب بحط فوق. وهلا انا رح ارش شوي عليه هيك إلى ملتقانا إن شاء الله بأطباق أخرى. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.